وللمزيد من المعلومات حول هذه العملية نضيف لكم مشاهدينا الكرام السيد الناهم هارون والشيخ سيدية وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. أهلا بك سيد الوزير معنا في هذه النشرة. في البداية حدثونا عن طبيعة هذه البطاقات البنكية التي وزعت اليوم على المستفيدين منها من أصحاب الفشل الكلوي. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، رمضان مبارك، وشكرا للتلفزيون الوطني على إتاحة هذه الفرصة. كيف تعرفوا هذا إجراء يأتي بعد إعلان فخامة رئيس الجمهورية عن عدة إجراءات بمناسبة العيد الوطني، وهذا كان من ضمن الإجراءات اللي لا يمكن هذه الفئة الكريمة اللي هي أمراض الفشل الكلوي من استلام مبلغ شهري قيمته 15,000 وقية. وفي إطاره التأسيسي تم توقيع مقرر بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية يخول للوزارة هذه التحويلات المادية، ورجوعا للبطاقة فرضتها أولا ظروف كوفيد تطلب التباعد الاجتماعي وياسر من التعامل مولي عن بعد، ثانيا مولي يأتي في سياسة معالي الوزير الأول في طرق عصرنة الإدارة، واخترنا هذه الآلية بعد مولي مسح شامل على جميع التراب الوطني لهذه الفئة الكريمة. قد يعود هو اللي عطل شوي هذا البرنامج اللي شفته انطلق اليوم، وتم استلامهم جميعا 683 بعد التدقيق في اللوائح والإحصاء لهذا المبلغ. وجاء أيضا مولي اختيار موري بوست، اختيار دوريس، حيث بعد قاع عنها مؤسسة وطنية، ثانيا التواجدها على جميع التراب الوطني، ثالثا مولي التكلفة هي أخف بالنسبة للمصاريف العاملة في هذا المجال. وانطلقت كيف اللي شفتوا يامس، وعملية الحمد لله ناجحة إلى الآن. نعم سيد الوزير، نحب بك مرة ثانية. نريد أن نعرف، يعرف المشاهد الكريم، ماذا يتحمل قطاعكم بالضبط بخصوص علاج مرضى الفشل الكلوي؟ جيد جدا. هذه الفئة كيف تعرفوا من أكثر المرضى هشاشة، وكانوا يجبروا، نرجع شوي إلى الماضي، كانوا يجبروا 50,000 سنويا، وكانت مولي الدولة متكفلة للاب حصة التصفية. مؤخرا من خلال اتفاق وقعته الوزارة مع مستشفى الأمراض القلب صبحوا يستفادوا بعد مولي أيام تشاورية معاهم، صبحت الوزارة تتحمل عنهم لافيستيل كانت مشكلة عمليتها، صبحت تتكفل عنهم الفحوص مولي كاملة الأساسية، وأيضا الأدوية اللي كانوا مولي يتكفلوا بها هما. صبحت اليوم قد نقولوا عن الدولة تتحمل جميع مصاريف عملية التصفية عن هذه الفئة، زيادة على ذيك الإعانات الشهرية اللي هي 15,000 قديمة، ومولي مصاريف البطاقة كاملة تتحمل بها الوزارة، يعني يستلموا المبلغ كامل. وفي أيضا تسريع منها، نعمل عن يعود شهري بإذن الله يقتضى. طيب، لدى قطاعكم مجموعة من الفئات الهشة الأخرى، ما هي الخدمات التي تقدمها الوزارة أو في نية تقديمها في المستقبل لهذه الفئات؟ جيد. لدينا فئة ذوي الاحتياجات الخاصة، وهذه الفئة استلمت بطاقة، قالها بطاقة الشخص المعاق، تمكنهم من العلاج مجاني، هي التأمين الصحي باطل مجاني. هم فئة ثانية مولي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية أنها لها تجبر مبالغ شهرية 20,000 وقية، اللي هي فئة متعددي الإعاقة. في بعثة منذ شهر هي على تعدل مسح، ومعاهم أطباء لأنه لازم معاينة ميدانية ياك يستفادوا من ذاك الإجراء، وله يجبروا ذيك 20,000 مولي من خلال ذيك الآلية اللي هي بطاقات إلكترونية ليتم يجبر ذاك التحويل الشهري. عندنا فئة علاج المرضى المعوزين على المستوى الوطني وعلى مستوى مولي الخارج، تمت مراجعة اتفاقيات عديدة مع دول الجوار، وإلى الآن فيتنرسلنا هذه السنة
35 مريض، تم شفاء 19 مريض منهم، للأسف توفي واحد، وفي 15 مازالوا يتلقوا العلاج في دولة المغرب. طيب عندنا مولي على المستوى الوطني، تمت اتفاقية مع مستشفى مركز أمراض القلب بغلاف مالي 100 مليون أوقية قديمة. إلى الآن تم علاج 26 مريض كانوا على لائحة الانتظار. كيف تعرفوا أمراض القلب تكلفتهم قالية شوي، تتراوح بين مليون ومليونين. تعالجت 26 خلال سنة 2021، بلغت تكلفة هاي 26 شخص 16 مليون أوقية. وفي اتفاقيات مولي قيد التنفيذ درك مع مستشفيات كبرى وطنية، ياك تمكنهم من يتموا يتعالجوا بصفة أسرع وأنجع. وهون مولي أود شكر طاقم وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية اللي سهروا على تنفيذ هذه البرامج كاملة. طيب بالنسبة أخيرا للتوضيح فقط، بالنسبة للبرنامج الذي أطلق أمس بخصوص أصحاب الفشل الكلوي، هل هو يقتصر على المصابين أو المرضى في نواكشوط أم الولايات التي بها مراكز لتصفية الكلى؟ هو جميع المراكز التصفية الوطنية، يعني على جميع التراب الوطني. وخلق مسح هو اللي أخر هذه العملية قد يعود شوي، لانه على جميع التراب الوطني هم 600 الى اليوم و83، 400 منها متواجده في نواكشوط في العاصمه، البقيه كلها على جميع التراب الوطني. واليوم ما زالوا يسلموهم البطاقات ويعلموهم الصيغه اللي يتعاملوا بها معهم. هم مولي رقم النيميرو فير يتصلوا له في حاله مشاكل. طيب سيدة نهى أحمد هارون والشيخ سيديا، وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة، شكرا جزيلا لك.